فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي أقارب وهم أناس مشبوهون لشربهم الخمر وتعاطيهم المخدرات إلى غير ذلك، يقول: وأنا أريد أن أصلهم لأنهم أقارب لي، ولكن أخاف على نفسي من شرهم، فهل تركي لهم يعد من قطيعة الرحم؟ تصلهم وتنصحهم. وأما القطع والهجر هذا للمصلحة، إذا كان هجرك لهم يردعهم ويخجلون ويتوبون تهجرهم، أما إذا كان ما يردعهم بل ربما يزيدهم شرا فلا تهجرهم ولا تقاطعهم، لكن واصل المناصحة لهم لعل الله يهديهم. نعم.